مرحبا أستاذ، وحياكم الله وحيا الله كل اللي تابع هذا الفيديو. فخور جدا 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 أني كنت من أوائل الناس اللي سلطوا الضوء على مشروب ولد كبيرا، اللي هو مشروب الزنجبيل، موجود في فعالية تابعة لشرطة دبي. وتبارك الرحمن كل الوفود المشاركة كانت اليوم الحقيقة تتناول المشروب الأول، اللي هو مشروب الزنجبيل، اللي طبعا هو أحدث إصدارات الملكي للعسل. ما يسوي لهم دعاية، أهنيهم والله بصراحة، أهني إبراهيم على النجاح الكبير اللي حققه مشروب الزنجبيل في مدة زمنية قصيرة جدا الحقيقة. موجود في محطات أدنك، موجود ما شاء الله في جمعية الاتحاد، واليوم ينتشر في طبعا الأونلاين، وقادم بقوة إلى نوافذ البيع إن شاء الله. يا أخي مبروكين، اللهم بارك.